مع عم عبدو سارة تحلو وتنعنع. رمضان هيحلى معاه، رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبد الله في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهاردة يا جماعة طلعنا على ترعة النبرية نسلى صيامنا، هنصطاد بتوع مدود الأرض وبالشراية، هنصطاد بتوع مدود الأرض وبالشراية. غالبا اللي هياكل معانا دلوقتي بتوع مدود الأرض النهاردة، يعني بإذن الله اللي هياكل يا جماعة فغالبا في الفترة ديت من السنة ياكل معاك الكركور، وياكل معاك بعض بياضة، تاكل معاك سمكة عرسة، ياكل معاك الحاجات اللي هي بتاكل في الوقت ده. احنا النهارده طلعنا وهي ونصيبها، ربنا يصلح الحال ونعمل لحضراتكم فيديو كويس. جنبنا ميه صغيره هنا يا جماعه اهي، في الوقت ده من السنه السمك القراميط بتخش في الترعه الصغيره ديت علشان اتمام مرحله التكاثر. ازاي السمك بيخش، القرموط بالذات بيخش في الترعه الصغيره ديت علشان خاطر بيعمل جحور في بطن الشط، بيعمل جحر يكمل فيه بخته، بيطلع من الجحر ده هو والقرموط اولاده بيبقوا كده، الفراخ بتبقى كده. خليكم معانا يا جماعه، احنا هنتسلى النهارده بتوع مدود الارض، ادعوا لنا ونهاركم زي العسل وكل سنه وحضراتكم طيبين. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا معانا في القناه الناس اللي ما اشتركتش معانا في القناه. يلا نهاركم زي العسل، ادعوا لنا. عيب بقى ميه النبريه بقى في الكياس والحاجات دي، كركور يا جماعه. يلا لقيتكم زي العسل، العيب بقى في الكياس ده والحاجات اللي بتعدي من ميه النبريه دي يا جماعه، كركور اهو. اقدم زي العسل يا كريم يا رب. كبير يا عم عبدو؟ لا كركور، بس كركور حلو. اللهم صل على النبي. كراكير يا جماعة، المياه مسلية كراكير اهيت، اللي هيطلع اليومين دول يا جماعة بتوع مدود الأرض هياخد كراكير وهيتسلى. المياه يا جماعة تشتغل من بعد العصر، مع حضرتك لو هتقعد بالليل تشتغل من بعد العصر طول الليل في القمر. ليلتكم زي العسل يا مسهل يا رب. كراكير تمام اهي، كراكير تمام اهي، شوف حجم الكركور قد ايه، حاجة تفرح يعني، صلاة النبي الله أكبر. كراكير ده تلاقيها حلوة يا جماعة، تلاقيها جميل. يلا نهاركم زي العسل. صلي على النبي. هو الباشمهندس بيحب كده. سيدي. تعالى يا فندم. صباح الفل يا عبدو. صباح العسل. كراكير كراكير يا مسهل يا رب، حتى في التحقق في الدوام. بسم الله ما شاء الله. معاك؟ صلى على النبي، صلى. اللهم صل على النبي. ده عرس، عرس بس واحد. تعال 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 يا رضا، تعال. اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام. صل على النبي، صل. ليك وحش. تعال يا هو. اللهم صل على النبي. كيسك ده اللي بياض ده ولا؟ ده عرس 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 عرس. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. امسك كده يا احمد، امسك كده يا احمد. اللهم صل على النبي. عليك وحش. صليت النبي عليك يا عم عبده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. تسلم ايدك يا عبو. لا تولع. على انف الفيل واديله. دي عرس يا جماعه،
الهنومة يعني، سمكة الهنومة. السمكة دي خلي بالكوا يا جماعة على طولها دي ما بتوزنش، السمك ده على طول ده يعني تيجي 3 كيلو. شوف حضراتكم تيجي 60 سنتي ولا 70 سنتي وتوزنها كده يا دوب 3 كيلو ولا حاجة. أهي يا جماعة سمكة هنومة بالطعم. نهاركم زي العسل. كل سنة وحضراتكم طيبين. الله ينور عليك. تمام. اللهم صل على النبي. بس يا فندي. اوعى يالا. اوعى وشك في الفطار. لا ادفع الفطار ده ابو عبوده جالك يا ولا. جالك يا ولا. ارفع يا بطل. ارفع يا وحش. الله يبارك فيك يا رب. تفضل. ان شاء الله يا رضا. طفي النور يا معلم. طفي النور. انت نور. انت نورها يا رضوى. صباح العسل. رميت يا جماعه هي بالمصران. احنا لسه القمر ما طلعش اهو، قلنا نلحق الشوال اللي هم قبل القمر دول. احنا بنصطاد من الحاجر جنب منه ترعه صغيره، القراميط داخله في الوقت ده في الترعه الصغيره علشان تكسر. رميت داخله في الترعه الصغيره عشان التكاسر. يلا ليلتكم زي العسل. ادعوا لنا يا جماعه ربنا يرزق الجميع يا رب. وانا عمري ما زدت صنم. ربنا يكرمك. ربنا يخلي حضرتك. كاميرا على راسي. عايز اعود تصطاد بيه يعني صدت ايه؟ خلاص ان شاء الله بامر الله. خد النمره معاك. انا بتابعك، انا كنت بره في الاردن. بتابعك دايما على طول والله بتسعدنا وتفرحنا بالدنيا. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. انت جيت امتى من الاردن؟ انا جاي بقى 3 شهور. انا سعيد جدا ومبسوط اني شفتك. ربنا يخلي حضرتك. انا بعد على فكره بالصدفه ما نعرفش انك واقف والله. والله بالصدفه. ربنا يخلي حضرتك. طيب شوف حضرتك عايز ايه بالظبط وانا بتصل بيه على التليفون وانا الله يكرمك. طب اتر رقم تليفون. ماشي. يا باشمهندس نورتنا. انا اتشرفت. انا سعيد. شرفنا بك يا رجاله. مع السلامه. لا مؤاخذه ايه ده متعاصى بس بسلم عليك. ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس. انت طيب ايه؟ حضرتك طيب. كركور. بس كركور ايه؟ كركور من عيلك. كراكير يا رضا. الهدف من الاعداد دي يا جماعه التسليه والقعده تبقى حلوه وقعد في صفا كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. كراكير وبياض وقراميط وليله حلوه كده. يلا ليلتكم زي العسل. كل سنه وحضراتكم طيبين. هي دي سهرات رمضان يا جماعه. حضراتكم تقعدوا على الميه معاكم عده الشاي. القعده الحلوه ديت اللي كل الناس بتحتاجها علشان تصفي ذهنها. يلا ليلتكم زي العسل. يا رب يا رب والله. بياض بتوع. تعالي. يا ما انت كريم يا رب. بياضه والله. بياضه بالطعم يا جماعه. بياضه بالطعم. ليلتكم زي العسل. هتفرج والله وهتبقى عنب. يا مسهل الحال يا رب. ليلتكم زي العسل. بياض يا جماعه بالطعم اهو. والخير بان علينا يا جماعه اهو. المايه الحلوه شغاله اهو. من كتر الكراكير جاء لطش اهي. ده كركور لطش يا جماعه اهو. يعني الشيخ محمد صلي على النبي ربنا مبارك فيه. الشيخ محمد بقى من حملة القرآن. عمركم شفتوا حد بيصطاد كراكير لطش الا الشيخ محمد؟ السناره جايباه من بطنه اهو. كركور لطش. بس يا فندم. ماشي يا شيخ محمد. ماشي يا حاج. ربنا يملاه لك بركه. امين يا رب. فلت عشوة طيبه انت الليله ده اهو. الحمد لله. حبيبي معش الغلابه. خد طب العود. ماشي بقى. نملوا العياشه الاول. حبيبي يا شيخ محمد. شوفوا يا جماعه ينفع كده اللي احنا فيه ده. بصوا بالله عليكم. كل ده علشان نطلع ايه؟ علشان نطلع البتاع ده. ده سكساك. ده سكساك. بس جاي معاه طين نعفش العود الويندر ده. هدان دي والله العظيم تمنها حلال. يلا ليلتكم زي العسل. بس السكاسيكم الصغيره ديت ان شاء الله قريب هتخش امهاتي. يلا ليلتكم زي العسل. بس ماسك نعفشها يا ساتر. يا ساتر. صغيره يا عم. بياضه صغيره. يا من كريم يا رب. ده يا جماعه الجغل بقى. ده الجغل التاني اللي احنا خدناه سكساك. ده الجغل دقمان اللي بيقولوا عليه.
ده الفرق بينه يا جماعه وبين الثاني. فين يا شيخ محمد؟ طب هاتوا لو سمحت كده. ده يا جماعه الفرق ما بينه وبين الثاني دماغه، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ده دماغه بيضاويه. لحظه اطلعه من السناره، بس السناره ضربه العظم. الفرق ما بين الكوغل يا جماعه والسكساك اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، ده دماغه حضراتكم بيضاويه شبه دماغ القرموط. التاني اللي هو السكساك هتلاقي دماغه من هنا مسلوبه طويله، زي ما هتلاحظوا على مهلك يا شيخ محمد، على مهلك. ده يا جماعه الجغل ده بيوصل اوزان يا جماعه فظيعه فظيعه. البتاع ده النوع ده بالذات بيوصل اوزان ضخمه جدا. غير ده، ده شوف دماغه حضرتك، الاختلاف في الدماغ طويله مطوله، انما ده دماغه بيضاويه. شايف شايف الاختلاف؟ ده اسمه الجغل، في ناس بتقول عليه دجماج، وده السكساك. يلا ليلتكم زي العسل. خلاص هانت يا جماعه الخير، هلا اهو علينا، ولسنا حضراتكم طيبين. ماشي يا مولانا. صل على النبي صل على النبي صل على النبي. ده بياضه دي بياضه بياضه بس صغيره محشفه، بياضه محشفه دي بياضه محشفه. ليلتكم زي الهوا. خلي بالك يا، خلي بالكم يا جماعه دلوقتي اللي بياكل البياض الصغير، يعني احنا ما خدناش بياض كبير. البياض الصغير ده الدليل على كده ان هو بخ بقاله شهرين بمجرد ما الجو حرر. طيب الكبير ما بياكلش ليه بقى؟ الكبير مصحن تاني. خلي بالكم ده البياض يا جماعه بيصحن زي البلطي بالظبط، البياض بالذات بيصحن زي البلطي غير القراميط. يلا ليلتكم زي العسل. نقفل على كده يا رضا عشان ما نطولش على الناس. طيب يا جماعه اليومين دول يا جماعه، يومين اللي هم القمر دول، حضراتكم اللي هيطلع في اليومين اللي هم فيهم القمر بيطلع دول، هيطلع على البياض الحجم ده واكبر شويه، وهيطلع على الكرفور. طيب الايام اللي جايه الضلمه بقى القمر هيتاخر فيهم، يعني يعتبر مع حضرتك هتسهر وهتروح تقعد الساعتين ثلاثه دول القمر مش هيطلع فيهم. يا جماعه عايزكم تنزلوا للقرموط، وهعرف حضراتكم ازاي تصطاد القرموط في المرحله اللي جايه دي. وفي اخر فيديو يا جماعه انا بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا الفيديو الجاي. تحياتي لحضراتكم ومع الف مليون سلام. السلام عليكم، تحياتي لكل الساده المشاهدين. I'm just sitting here, I got time.